في هذا الزمن أستاذ عبد الرحمن، أيوة. في هذا الوقت الذي يريد أن ينشغل يعني بأولى الأعمال الصالحة التي يحتاجها الناس في هذا الوقت حقيقة هي التربية والإصلاح. الناس بحاجة، الحاجة الأولى يعني لو كنا في بيئة مجاعة قلنا الحاجة الأولى صحيح. إطعام الطعام. الآن في بيئة المشكلة عندنا في التربية، الأولوية، الأولوية في التربية، العمل الصالح في التربية حقيقة. جمعية واعي الدور تقوم فيه في تربية الأسر والأبناء والبنات، عمل حقيقة لا نكافئهم عليه إلا بالدعاء. ونصيحتي لنفسي والإخواني أن يبذلوا ويبذلوا ويقفوا معهم، لأن هؤلاء هم في الحقيقة يصلحون بيوتنا. والله عز وجل يقول وأنفقوا خيرا لأنفسكم، والله إن هذا من الخير لأنفسنا. وما يعني ننفقه في هذا، يعني تخيل نفقتك مثلا من وراها صلحت أسرة، أو من وراها اهتدت فتاة، أو من وراها صلح أمر شاب، والأجر كله لك وأنت ما تدري. فمن ومن دعا إلى هدى كان له من أجر مثل من عمله، لا ينقص من أجورهم شيء. ويعني الصدقة حقيقة تبقى للإنسان في 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 دنياه وفي أخراه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة أين الشاة، ماذا فعلتم بالشاة التي ذبحنا؟ قالت ذهبت كلها إلا الكتف، لأنهم تصدقوا بكلها إلا الكتف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الوعي، شوف، قال ذهبت كل، قال بقيت كلها إلا كتفها، يعني كل اللي تصدقنا فيه بقي. أي أيوة والله. أما الكتف اللي أكلناه هو اللي ذهب، لأن أكلناه وانتهى وسيخرج. هذا والله الوعي يا شيخ، هذا من الوعي، وهذا مما يتربى عليه الأسرة في يعني مفاهيم الإنفاق والصرفية وما هو الغنى الحقيقي. وهذا موضوع كبير جدا، فأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم ويوفقهم ويزيدهم حقيقة نجاحا إلى نجاحاتهم. جميل.